يبقى أن أقوم ببضع لمسات فقط وستكون كعكتي مثالية. واو، كم هي جميلة! سأجرب. أبعد يدك ليندا، هذه ليست كعكتك. لكنني أريد. لن أتخلى عنها. هذا ما تريدينه أيتها البخيلة؟ حسناً، لقد نفذ صبري. الآن يمكنك الحصول عليها. ماذا تفعلي؟ لن أترك الأمر هكذا. أحصلي على المزيد. يبدو أنها الحرب. بالضبط، حان الوقت لوضع حد لذلك. الآن سوف نكتشف أي منا أفضل مصممة حقاً. سأزين كعكتي بديدان صوغية مذهل. أرى أنك محظوظة. أريد أن يكون الحظ بجانبي أيضاً، لكنني أشك. ماذا؟ كنت أعلم أنني لست محظوظة. هذه ديدان حقيقية. يا إلهي، إنهم يتحركون. هذا مقزز. ليندا، ابدأي. لا، لا أطيق الانتظار لأرى كيف ستتعاملي مع ديدان الحية. حظا سعيد. أخشى أن ألمسهم. هذا مقرف للغاية. سوف يفسدون كعكتي بالكامل. ربما عليك إضافة المزيد. يبدو أن ليس لدي خيار آخر. علي أن أضع كل شيء. انظري فقط، الديدان تزحف على كعكتي. من المؤلم مشاهدة ذلك. أحتاج إلى تجربة قطعة في أسرع وقت ممكن. إنه كالحلم السيء. سيكون لذيذ لو لم تتحرك الديدان في فمي. متى سينتهي هذا؟ لا بد لي من جمع قوتي. حان الوقت لوضع حد لذلك. لا داعي لإطالة المتعة. لا، مستحيل. دودة زحفت إلى أذني. يا له من كابوس، لقد طارت بعيدا عني. أنا بحاجة لوقت للتعافي. لا تقلقي، لديك وقت. حان الوقت الآن لي لأبدأ العمل. فقط انظري كم هي جميلة هذه الديدان على كعكتي. فقط روعة. حان الوقت لتجربتها. أنا متأكدة من أنني لن أشعر بخيبة أمل. تبدو فاتحة للشهية. سأبدأ مع هذه الدودة. حلوة جدا. أود أن أجرب أيضا. إذا لا ترغبي، سيتعين علينا أن نأخذ الأمور بيدينا. سأبدأ مهمة التقاط الكيك الآن. إذا كنت ترغبين في الوصول إلى الحلويات، فعليك مقابلتي أولاً. سوف أهزمك. هذا كل شيء. لا تقتربي من كعكتي. إذا كنت تحبينها كثيراً، شهية طيبة ليندا. بسببك لقد اتسخت مرة أخرى. هذا لذيذ. هذه المرة أنت ستديري العجلة أولاً. حظا سعيداً. ليس لدي شك أنه سيكون سعيد. حسناً، يبدو أنني كنت مخطئة. ماذا لو أدرت العجلة قليلاً؟ حسناً، لا، هذه الأشياء لن تعمل معي. لديك صبار. حسناً، فليكن. هيا أديري العجلة. العلكة. حسناً، أخيراً شيء لذيذ. كم أنا سعيدة. 3 عبوات، دفعة واحدة. روعة. لا أستطيع الانتظار لمعرفة ماذا يوجد. واو، كم هي طويلة. بالتأكيد كافية لكعكتي بالكامل. اتضح أنها رائعة. أنا أحببتها. سأستمر بنفس هذه الروح. ليندا، انظري إلى مدى نعومة العلكة. كما لو كانت مصممة خصيصاً لتزيين كعكتي. تبدو مثالية. آمل ألا يخذلني الطعام. كم هي كريمية. أنا متأكدة أنني سأحبها. تحفة فنية حقيقية حلوة. حان الوقت لأكل الباقي. يا إلهي، كم هي رائعة. لا أستطيع التوقف. يبدو وكأنه حلم لذيذ قد لا ينتهي. كان ذلك عظيما. كل ما تبقى هو العلكة. واو، يا لها من فقاعة ضخمة. ربما حان الوقت للتوقف. أنا على وشك السقوط. الصبار جيد. ماذا فعلت ليندا؟ بسببك أنا في العلكة. هيا كل صبار الخاص بك. لكنه شائك جدا. لا أستطيع حتى لمسه. بسرعة، لا يمكننا الجلوس هنا إلى الأبد. يبدو أن لدي فكرة. أحتاج إلى مقص. معه سأقطع كل الأبر. الأمر ليس سهلا كما اعتقدت. سيتعين عليه البحث عن خيارات أخرى. لدي فكرة رائعة. سأخذ المقص. إنه أصغر. هذا ما أحتاج. حسناً، هذا لا يعمل أيضاً. أنا بحاجة إلى شيء أصغر. مقص الأظافر. هذه سوف تتناسب بالتأكيد. هاي، أستطيع فعلها. الآن سأتخلص من الأبر. إنها مهمة شاقة.
وتدوم لفترة طويلة. لقد انتهيت، لم يكن الأمر سهلاً لكنني فعلتها. بولي نائمة، سأوقظها. آسفة يا صديقتي، لكن هذا إجراء ضروري. في الواقع هذا مؤلم. جاءتني فكرة، سأفرك الصبار على المبشرة حتى أتمكن من توزيعه بالتساوي على سطح الكعكة. كم أنا متعبة، حان الوقت لبعض الطاقة. الكعكة تبدو جيدة، لكن الصبار مخيف، لا أعتقد أنه لذيذ. نعم، لقد كنت على حق، إنه مر. علي أكل الكعكة حتى النهاية. ليندا، هيا، يجب أن أفعلها، لا يمكنني الاستسلام. كم هذا محزن، لا أطيقه على الإطلاق. ليندا، هذه المرة أريد أن أبدأ. حسناً، حظاً سعيداً. يبدو أن الحظ قد ابتعد عني هذه المرة. لديك بلح الباحر، لنرى كيف ستتعاملي معه. بالتأكيد لدي شيء لذيذ، سترين. كريمة مخفوقة، أخبرتك، هذا ما أسميه الحظ. ليس عادلاً، أنت دائماً محظوظة. الحسد هو شعور سيء بولي، من الأفضل أن تكوني سعيدة من أجلي. انظري إلى شكل الكريمة على الكعكة. هذا كل شيء، زجاجة فارغة يمكنني التجريب. أريد الغوص برأسي أولاً. لذيذ، أنا بحاجة إلى الاستمرار، من الجيد أن هناك الكثير. لا أستطيع المشاهدة وفعل لا شيء، قلبي ينكسر. توقفي عن النظر حولك، هيا كلي بلح البحر. لكن لا يمكنني فتحه، هذا لا يعمل، ربما سأحاول قضمه. لا، أسناني، كم هذا مؤلم، كانت فكرة سيئة. بولي بلا أسنان، هذا مضحك جدا. علي المساعدة، أعطني بلح البحر، الآن سأتعامل معهم. ها أنت ذا، انظري كم هو سهل، لا يمكنك فعل أي شيء بدوني. قولي شكرا على وجود هذه الصديقة. كيف تقومين بذلك، أنا لا أفهم. كل شيء جاهز، لا داعي للشكر. الروائح، سأضعها على الكعكة في أقرب وقت. أنا متأكدة من أنني لن أحبه على الإطلاق، لكن علي تجربته. بلح البحر يفسد كل شيء، يبدو مثل المطاط، لا أستطيع حتى مضغهم. هذه أسوأ كعكة ذوقتها على الإطلاق، علي أن أكلها في أسرع وقت وأنساها إلى الأبد. لا، أنا أختنق. ما هذا بولي؟ أعتقد أنه مجرد حجر، دعيني أرميه بعيدا. ماذا؟ لا، هذه جوهرة وهي ملكي، أنا أسقط. انظري إلى ماذا فعلت يا ليندا، أين ذهبت لؤلؤتي؟ أضعناها. لا أستطيع الانتظار أكثر، ابدأي يا ليندا. حسناً، أتساءل على ماذا ستحصلي. الفلفل الحار ليس الخيار الأفضل. أنا متأكدة من أن الحظ سيكون بجانبي. عيون سكرية، أخبرتك. واو، كم يوجد منهم، أود أن أجرب. لكن علي أن أكل الفلفل الحار، لماذا الحياة غير عادلة؟ يكفي حديث، أقترح أن تبدأ في أقرب وقت. يسيل لعابي من منظرهم، انظري كم هم جميلون. خبوط مثالي على كعكة المثالية. كل شيء جاهز، انتهيت من التزيين وحان وقت التجريب. بالتأكيد سوف يتناسبون مع الكريمة والقشطة. أنا على حق كما هو الحال دائما. شاركيني. أبعد يديك ليندا، يمكنني أن أكلهم وحدي. على وعلى ذلك، لم يتبقى سوى عدد قليل جدا، وهذا مناسب بالنسبة لي. انظري كيف يمكنني. مؤلم، يبدو أنني لم أصب الهدف. واو، هذه العين نفسها طارت في يدي. أرى أنك وصلت أخيرا إلى طعامي. حسنا، دعينا نرى كيف ستفعلي مع طعامك. أخشى أن الأمر لم يكن سهلا، الكثير من الفلفل الحار، لا يمكنني حتى رؤية كعكتي من بينهم. أنا جاهزة للتجريب، أتمنى أن أفعلها. تمني للتوفيق بولي. ما بك ليندا، لا تتوقفي، عليك أن تأكلي كل الكعكة. أنت تفعلي ذلك عن قصد، أخشى أن أكون في مشكلة بعد هذا. حسنا، يمكنني أن أشعر بفمي بدأ يحترق. في رأيي النار قريبة جدا. نعم، سوف تبدأ، أنا أحترق. لا تقلقي، أعرف ماذا أفعل، لدي ماء بارد. أشعر بتحسن، لكنني الآن مبللة بالكامل. ليندا، هذه المرة أنا، كما تريدي. المارشميلو الملونة، حالفني الحظ مرة أخرى. هذه المرة
مارشميلو ناعمة جداً ورقيقة مثل السحابة. ليندا، هل تليق بهذه تصفيفات الشعر؟ توقفي عن العبث بولي، سأحاول التفكير بجدية. انظري، لدي معكرونة سريعة التحضير. لا أعتقد أنها تتناسب مع الكعكة الحلوة. سنكتشف ذلك قريباً جداً. ابدأي يا ليندا. حسناً، وإلا فلن تتركني وحدي. سأبدأ، سأخذ هذه المعكرونة وأنشرها على كامل سطح الكعكة. الآن أنا بحاجة لقطعها. لقد جعت جداً، لا أستطيع الانتظار حتى أجربها. كما أعتقد، المعكرونة والكعك مزيجاً سيئاً. هذا كل شيء، لا أريد أكثر. لكن انتظروا، لدي فكرة. أحتاج إلى غلي المعكرونة بالماء المغلي، ثم سيكون ألذ بكثير. فقط أفضل. آمل أن يكون المذاق قد تغير أيضاً. واو، كم هو ناعم. مسألة أخرى تماماً. المعكرونة مع الكريمة والبسكويت شيء آخر، حتى أنني أحبها. الآن أنا جاهزة لأكلها كلها. هذا الطبق الرئيسي وحلوى في نفس الوقت. أنا جعت أيضاً. أحتاج إلى تزيين كعكتي. هذه الحبال مثالية مع الكعكة. أنا متأكدة من أنها ستصبح جميلة ولذيذة. أنت على حق، تبدو رائعة. أخبرتك ألف مرة أن تبتعدي عن كعكتي، لكنها لذيذة جداً. أريد أن أجربها أيضاً. ماذا يحدث؟ يبدو أن المارشميلو تسقط. أمسكتها وسقطت. هذا ما تستحقينه ليندا. الجولة الأخيرة، اسمحي لي أن أبدأ. على أقل تقدير سأتناول شيئاً لذيذاً. الفراولة؟ لا، الأخطبوط. هذا بالتأكيد لم أريده. لكن لا تستطيع التغيير. أما أنا، متأكدة أنني سأحصل على شيء لذيذ. الآيس كريم؟ لم أستطع حتى أن أحلم بمثل هذا الشيء. كم يوجد؟ فقط ما يكفي لتزيين الكعكة بالكامل. الآيس كريم مثالي. بقيت اللمسة الأخيرة. أنا متعبة، أحتاج إلى تدليل نفسي بالحلويات. هذا سوف يعطيني شحنة من الحيوية والقوة لفترة طويلة. أوه نعم، أشعر بالفعل بتحسن شديد. سوف آكل كل شيء حتى النهاية، وسأكون قادرة على الطيران بفرح وسرور. هذا الطعم يفوق كل الكلمات. لكن لماذا الجو بارد هنا؟ هل شغلتم المكيف؟ أكلت ليندا الكثير من الآيس كريم وأصيبت بالبرد. لم يعد هذا مضحكاً. يجب القيام بشيء ما على وجه السرعة. سأحاول تسخينها بموقد الغاز. من الجيد أنه مفيد. أشعل الماء بشكل أقوى. ما خطبك بولي؟ كنت أن تحرقينني. هيا كلي الأخطبوط الخاص بك. هذا عقابك. مقزز، أفضل أكل الكعكة بدون تزيين. لن ينجح، هذا مخالف للقواعد. حسناً، أعتقد أنه يمكنني خداعك. سأضع الأخطبوط. قبل ذلك بدت كعكتي أجمل بكثير. لا أعتقد أنني سأحبه. نعم، ليس أفضل غداء في العالم. من الواضح أن الأخطبوطات غير ضرورية هنا. أولا، يبدو أنني اختنقت. اهدئي بولي، سوف أنقذك. انتظري، قريباً سوف تتنفسي بعمق مرة أخرى. خذي هذا. كيف، هل أنت أفضل؟ نعم، نجحتي، شكراً.